في مصر وعلى شاطئ الغردقة قام قرش من سلالة قرش النمر بالهجوم على سائح روسي أثناء سباحته في المياه. هذا الهجوم أدى إلى وفاة السائح، وليس هذا الهجوم هو الأول من نوعه لهذا القرش، حيث يحتل المرتبة الثانية في قائمة عدد اللدغات على البشر، حيث قام هذا القرش بلدغ 36 شخص وقتلهم. فدعونا نتعرف أكثر على صفات هذا القرش. قرش النمر يصل طوله إلى حوالي 5 أمتار. يزن قرش النمر ما يقرب من نصف طن. يمتلك هذا القرش فكا شديد القوة، ويحتوي على أسنان مدببة وحادة، يصل عدد أسنانه إلى 50 سنا. هذا القرش يمتلك مهارة خاصة يستخدمها أثناء صيده، وهي مستقبلات كهرومغناطيسية أمام أنفه. هذه المستقبلات تمكنه من معرفة البيئة المحيطة به بشكل دقيق، فيمكنه تحديد مكان فريسته بكل سهولة، بالإضافة إلى سرعته الفائقة تحت الماء. فيتمكن هذا القرش من السباحة بسرعة تصل إلى 35 كيلو متر لكل ساعة. ولتتخيل معي يا صديقي هذه السرعة، فإن أسرع السباحين في العالم وهو مايكل فيليكس تصل سرعته في السباحة إلى 7 كيلومترات لكل ساعة، أي أن فيليبس يحتاج إلى زيادة سرعته 5 مرات حتى يستطيع الهروب من هذا القرش. لا تنسى يا صديقي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.